فاش اكتشفنا هذا الحادث هذا؟ انا قلت لك نهار ديال الخميس من جوج ست العائل مشى يقرا في المؤسسه ديالو، صدق بان اكتشفنا هذه الفاجعه هذه في بالليل. فاش قال سالو المهم الوالد قال الوالده ديالو، قال له راه المدير هددو، قال له ما تكون باباك ويماك الوالد، وبان هذا المجرم يعني انا ما كنت ساهم حتى شي واحد على حسب القول ديال الطب، قالوا بانه هو قال له يعني جرى عليه وضربه، قال له ما تبقاش تجي عندنا هنايا، وقال الوالد يعني ما تقول لباباك ويماك والو. عملنا الاجراءات حنا مع 11 ونص ديال الليل 12، جينا للابي جي عملنا شكايه، عملنا شكايه قالنا المهم يعني خصنا خبره، مشينا لمحمد الخامس نعملوا خبره، قالنا هادشي كيجيبها لغم عند وكيل العام. هادشي اللي حنا تسنينا نهار الجمعه ما كاين والو، السبت والحد كلشي مجدود، نهار الاثنين مشينا جا عندنا الباس المؤسسه ناضت فوضى تما، حنا ما كناش يعني نعملوا فوضى، عيد اباء التلاميذ فسمعوا هادشي جاو دعمونا في تما في المؤسسه. جينا عندو الاب ديال التلميذ خاوي ديالي طلع عندهم، دوك يقولوا لهم هادشي ما كاينش، هادشي ما وقعش في وسط المؤسسه، وانتم بغيتوا عيد تصفيه حسابات بان كانت واحد المره كانت ضربت المدير وبغينا زعما حنا ناجروها، وهادشي ما كاينش حيت حنا ماشي بلا شغل، وهادشي يعني ما فيهش سكاس، يعني هذا راه اغتصاب ماشي زعما شي حاجه اخرى، وحنا عندنا شغل ديالنا، يعني هادشي نزل علينا كصاعقه ماشي زعما شي حاجه، وحنا ما خصنا لا فيتنا ولا والو، بغينا بالسلطات الامنيه عملوا يعني البحث ديالهم في قريب العاجل، والله ياخذ الحق وحسبي الله ونعم الوكيل. انا خرجت واحد التصريح البارح والتصريح هذا الثاني ديالي بالنسبه لهذا الشيء اللي كيتقال باننا عندنا مشكل مع المدير ومع الحارس، وحنا كنركبوا الامواج، حنا ما راكبين لا امواج لا والو، حنا عندنا مشكل، عندنا هيسك ديال العرض ديال الطفل داخل مؤسسه، وحنايا التجأنا دابا جينا الكوميساريا، رئيس ديال الكوميساريا قال بان الخبره الطبيه كتقول بان هذا الولد ما فيه حتى شي حاجه، حنا كنطالبوا بالخبره المضاده وكنطالبوا بالحمض النووي يصدر باش نوصلوا للحقيقه، حنا ما عندنا حتى شي مصلحه سايب يعني مخليين المصالح ديالنا ومسجين باش نعملوا فتنه، حنا مش من مصلحه عندنا حنايا، حنايا كنطالبوا بالحقيقه تبان وسرعه التحقيقات وتقديم الجاني في اسرع وقت والحقيقه تبان.